زبدة 3/4 الكوب 150 جرام، ماء دافئ 3/4 كوب 150 جرام يعني كوب إلى ربع، سكر ربع كوب 50 جرام، بهار كعك أي نوع متوفر عندكم، معلقة طعام 15 جرام أي نوع أنتم بتحبوه، حليب بودرة 2 معلقة طعام 30 جرام، بيكنج باودر 1 معلقة طعام 15 جرام، دقيق 3 كوب 500 جرام نصف كيلو دقيق، نعجن جيد نجعلها ترتاح نص ساعة. نعمل العجوة، عجوة التمر، نوضع زيت 2 معلقة أي نوع زيت تحبوه أنتم متوفر عندكم، ومعلقة قرفة، طبعا العجوة التمر كيلو، هيك عجنهم مع بعض ونفردهم مع ورق الزبدة أو أي شيء متوفر عندكم، هيك فردناهم. نجيب العجنة نعملها نصفين، بنفرد العجنة وبنوضع التمر، عجوة التمر نوضع طبعا جزء من عجوة التمر. انتو عجوة التمر كمية حسب انتو زوكو بيختلف من شخص لشخص، في ناس بتحب العجوة كتير في قليل، انتو بتحددوا الكمية. نعملهم اجزاء وحامل انا كمان شكل تاني، هذا الشكل الاول وهذا الشكل التاني، نفس الشيء بنفردها بنقطعها 3 قطع وبنوضع عجوة التمر في الوسط. طبعا احنا متفقين عجوة التمر حسب الذوق، في ناس تحبها كتيرة وفي ناس تحبها قليلة، انتوا بتحددوا الكمية. نسكرهم وبنلفهم وبنقطعهم، هيك اصبح كل شيء جاهز. هلقيت بروح على السمسم، سمسم 1 كوب سمسم، نوضع 2 معلقة عسل او الشيرة ومعلقة سكر، اي نوع عسل موجود، الشيرة اي شيء متوفر عندكم، بنوضعها بالسمسم عشان يمسك السمسم جيد ويعمل لون. الفرن 180 درجة مئوية ولازم احنا نتابع الفرن، تقريبا بياخد 15 دقيقة. وهان في اشكال تانية، شروق عملت اشكال تانية، شروق انتو ممكن تتابعوا القناة تبعتها وتشوفوا كيف هي عملتها طريقة مختلفة، وهذا شكلها النهائي. شو بدك تدوقي؟ طبعا مثل ما شفتوا أنا عملت ألوان جميلة جدا فرحية، فيكم تكونوا مبسوطين وأنتوا بس عم بتشوفوا المنظر، شفتوا 100,000 لون مختلف، مش 100,000 لون يعني، ولكن شفتوا ألوان كتير بتفتح النفس وبتخليكم متفائلين إنه الحياة جميلة وردية. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. هيك نكون إحنا وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا كثير لكم، مع السلامة. في أمان الله. هحط الرابط تبع القناة تبع شروق في صندوق الوصف تحت.